القصة اللي معانا دلوقتي، اتنين اختلفوا، زوج تزوج من أخرى وأنجب ولد، وبدأت قضايا في رجالة كده لما ما يعيشوش مع أولادهم، بدل مش عايشين معاهم ما يصرفوش عليهم، يقولك بدل ما بستمتعش بوجوده معايا أنا أصرف عليه ليه، هي أمه واخداه هي تصرف عليه. وأنا بقف مع الراجل ده في حاجة واحدة، مش انه ما يصرفش، هو ما بياخدوها انه ما يصرفوش على الولاد، عشان بيعاقبوا الست انها خربت البيت او انها طلبت الطلاق. ده غلط، وانك تطلبي الطلاق غلط، وانك تدمري بيتك غلط. يعني في الحالة دي هي شكت ان هناك علاقة بينه وبنت خالته فاتطلقت، والدليل على انها يعني ان هي صح. يعني احنا لما بنقولش اسامي حد ولا اي حاجه، يعني انتوا مش عارفين احنا بنتكلم عن مين، ان هو اتجوز بنت خالته دي بعديها. طب ولو كنت صبرتي وسامحتي وكانت ناسبه وكنت حافظتي على بيتك، مش يمكن كان يبقى معاكي؟ اصل هو ما سابكيش، مش هو اللي سابك. ولو كان عايز يسيبك كان سابك، لو كان عايز يسيبك كان سابك. وهو غلط ان هو دلوقتي عشان مش قاعد مع ابنه ما بيصرفش عليه وبيسأل عليه كل فين وفين. من فضلكم اتخانقتوا اتطلقتوا انفصلتوا عملتوا اي حاجه، بلاش الولاد، بلاش الولاد، وبلاش الطلاق، بلاش الطلاق الاول وبلاش الولاد. لو لازم الطلاق يعني خلاص اخر الدنيا، يبقى بلاش الولاد. تعالوا نشوف مع بعض. قولي لي بقى ايه الحكايه. الحكايه انا كنت اتجوزته وقعدت في بيتي طبيعي جدا. دي حصلت مامته كانت عايشه معايا، كنت بحاول على قد ما اقدر ارضيها يعني بما يرضي الله. حصل بقى مشاكل عائليه العاديه اللي بتحصل دي، بس جت بقى بنت خالته، ليه بنت خالته مطلقه، فقعدت بقى تتكلم معاه في التليفون وتهتم بيه، وانا الست الوحشه وهي اللي هتديله، فاغريته بحاجات كتير قوي. فابتدى بقى يتجنبني، يعني انا كنت حامل في اياد، كانت بتتصل بيا تشتمني بتهددني، لان انا كنت بقعد اقول له هي عايزه مني ايه. طب خلاص انا موافقه اتجوزها، ولكن يعني راعي ربنا فيا وخلاها تبطل تشتم فيا. ما كنتش اقدر ارد عليها الشتيمه، مش شتيمه او اغلط ما بعرفش. بس مره واحده لقيته جه قال لي انا رايح عندي شغل، هو كان شغال في شركه عن شغل، مدير الشركه عايزني اروح اقف مع عمال في الفيلا بتاعته عشان بنته جايه من السعوديه وكده وبتاع. تمام، انا ما يعني كست حاسه بجوزي، لا في حاجه مش طبيعيه. وقعدت 3 ايام وانا رحت عند ماما، وهو قام بكلمه في اوقات صعب ان هو يبقى نايم فيها، لو الساعه 10 ده ما بينامش اصلا. الوضع مش طبيعي. المهم اكتشفت في الاخر بعد ما جه لقيته بني ادم تاني خالص، واحد كده يعني عريس جاي من شهر العسل يعني. المهم فضلت بقى اعيط ويا ربي ادعي ربنا. انا ما قالكيش حاجه؟ ما قاليش اي حاجه. جاب لعب لإياد يوزد، يعني أنا عارفة وعارفة التوي بتاع. كان إياد عنده قد إيه؟ كان إياد عنده حوالي 6 شهور. فالمهم قلت له أنا مش مرتاحة مش مطمنة، قعد بقى يزعق لي مش عارف إيه. كان في حاجات تانية كده كان جايبها لي كنت طالباها منه، الحاجة دي يوزد. فالمهم راح أنا مش عارفة مش مرتاحة. المهم نزلت على ليه مستعملة، يعني جاب لك حاجاتها هي يعني؟ كان فيها برفيوم بتاعها، البرفيوم ده كان في جسمه. فضلت ادعبس كده وادور، بنقعد نتخيل حاجات نضايق نفسنا بيها. صح، وحياة ربنا دي حقيقة. نايم ومتسلطن على الآخر وأنا قاعدة ببكي، شغلت القرآن يمكن يحس على دمه مفيش. المهم راح هو قام الصبح، قلت له الحاجة دي أنا هفضحك بيها ومش هسكت. راح شدها مني وراح ضربني وراح نازل. نازلة على السلم، أنا لقيت وصل كده بتاع أوتيل معروف في أكتوبر، فأخدت الوصل ده متقطع
متقطع اللي هو مش صعب ان انت تجمعيه اصلا. جمعته لقيت اسمه، لقيت الاوضه رقم واحد. كم سنه؟ من ايام الثوره، قبل الثوره كده. و 10 سنين. والاوضه دي فيها اتنين. جمعت الورقه واتصلت بالاوتيل، من فضلك عايز اعمل اعرف الجست اللي نزل عندك. وهو مين كان معايا؟ قال لي مين حضرتك؟ قلت له انا المدام. قال لي حضرتك اللي كنت معايا. قلت له ازاي؟ قال لي اسامتك وبطاقتك عندنا. قلت له ازاي برضو في صوره حضرتك هنا وهنا؟ قال لي ما رضيش يرفع النقاب من عليكي. قلت له ازاي؟ قال لي ما رضيش يرفع النقاب. اتصلت بيه بتاعه، قلت له صباح صباح المباركه يا عريس. تنح ما ردش عليا. ازاي بتترعشي وبتحكي حاجه حصلت من 10 سنين؟ ما بصي عدت خلاص. اقول لك انا يعني متضايقه لغايه دلوقتي. لا هو دلوقتي مش فارق معايا، معلش انا مش هكذب، هو مش فارق معايا خالص. اللي حصل هو اللي فارق. اه طبعا انا ست برضو وليا احساس ويعني انت بتترعشي، فانا عايزاكي تهدي عشان انت صعبانه عليا. اللي هو سنيني خيانه، الخيانه وحشه. اه طبعا انا كنت في بيتي والله، كانوا جيراني يدخلوا عليا البيت بيفكروني خارجه وانا في عز ما انا بعمل شغل البيت. ما قصرتيش خالص خالص نهائي. المهم راح جه، انا خبيت الورق مع جارتي واتصلت بماما واخويا، قلت لهم تعالوا لي فورا، حصل كذا كذا. جم وهو جه، مامته قاعده معايا، انا مش عارفه ايه اللي انت عاملاه، انا مش عارفه ايه اللي انت بتعمليه، ده ابني ما يعملش كده. قلت لها طب امال ايه ده؟ دورت عندي على دولاب التلفزيون، لقيته مأجر عربيه 3 ايام ومعاها وصل امانه والكلام بتاع التأجير ده. والمهم خبيت الورق، جه مسكني ضربني علقه حديده الحزام معلمه في كتفي، اللي هي كانت عايزه تخيط اصلا، وكنت برمي نفسي من البلكونه والناس حشوني من الضرب. خلى جارتي جابت الورق، قال لها لو ما جبتيش انا هموتها بسببك. جابت الورق قطعه. ورق ايه؟ اللي هو الوصل اللي فيه بتاع الاوتيل. وبعدين انت مزور باسمي، هي ماضيه باسمي، دي مصيبه. واحبسها، كنت اقدر احبسه واحبسها، دي قضيه زنا. بس كده تهدي، بس هتقولها ميه. قطعتي لي قلبي وخلاص، الموضوع خلص من زمان قوي. انا بتأثر. ما اتجوزتيش بعديها ولا حاجه؟ كده ربيت بس ماشي. انتوا شبه بعض بطريقه مرعبه يعني، ببص لها وابص لك حته وقعت منها. شكرا. بتحبها ولا ايه؟ لا بحبها جدا جدا. بس عشان كلامي واضح، انا ما صورتش عشان بقي عليه او حاجه، ولكن عشان القصه نفسها صعبه، وعشان خاطر اياد. اخذ الورق قطعه وحط رجله على رجله وشم نفسه، وانا بموت في السرير بقى عمال اعيط ومنهاره. وراح اخويا اخدني ومشيت. مامته اوريدي قاعده معايا. قعدت عند ماما شهرين كده وقمت راجعه. اليوم اللي انا رجعت فيه راجعه فرحانه بقى، وراجع بيتي ومبسوطه. الهانم اللي هي بنت خالته دي اتصلت خليته ما يقعدش في البيت. انا تقريبا رجعت البيت نظفته. واتجوزها؟ اتجوزها بعد ما انا عملت طلاق للضرب، لاني ما كنتش اقدر اتحمل يعني. بعد ما عملت طلاق للضرر ولا اتجوزها فانت عملت طلاق للضرر؟ بصراحه بعد ما عملت طلاق للضرر، ولكن هما كانوا على علاقه ببعض قوي جدا جدا. فرجعت البيت يا دوب نظفت البيت. البيت عندي كانت مامته قاعده، اخته كانت بتيجي، اخواته باولادهم. رجعت لقيت بيتي اللي انا ما اتهنتش بيه ولا عشت فيه اصلا، كل حاجه متبهدله. اللي هو معلش انا كنت بلاقي الفرام ميته في السرير بتاعي، بلاقيها في المطبخ. ايه ده؟ دي شقتي؟ دي شقتي اللي الناس كانت بتدخل تشم ريحتها الجميله؟ لا الشقه ما بقتش شقه. بس فما كانتش تخليه يقعد معايا. وفي مره اتصلت بيا قالت لي انت مش قد الجهره، بطلي تفتحي على نفسك ابواب جهنم. كنت بفضل اخد اياد في حضني في الاوضه كده وافضل اعيط مش لاقي حل. وامه مشجعاه يعني، هي الام مهما كانت لما هتشوف بيت ابنها بيتخرب اكيد لازم توقفه. بنت اختها اكيد وحفيدها
لا مفيش. شوفوا ده خالص ما شافتهوش. هي توفت اصلا بقالها تقريبا 3 اسابيع وهو كان في السعوديه، وهو كان مسافر يعني. ف ما شافتش اياد، ما يعني هي لو قالت لها شوفوا انا مش عامله. شفتوش خالص يعني؟ كان عنده كام سنه؟ اياد كان صغير جدا، كان حوالي 6 شهور 7 شهور. شفتوش من يوم ما اتولد؟ اياد ابني عمل عمليه جراحيه قويه يعني، واتصلت بيه قلت له انا محتاجه فلوس علشان اياد هيعمل عمليه وهتكلف 20,000 جنيه. انا اخويا قادر يعمل كده ما شاء الله، اخويا يعني بيصرف علينا ومش مخلينا محتاجين حاجه، وما يعرفش ان انا طلبت كده. قال لي انا عامل حادثه وبنتي كانت تعبانه جدا ساعتها، جاب بنته ساعتها كانت عندها تقريبا سنه. والله مش بنت خالته دي، بنت خالته دي اصلا كان معاها شباب كبار، بنت وولد في جامعه اكبر منه يعني. يعني عندها حوالي دلوقتي ممكن يكون 41 سنه وهو عنده 37. بس راح قال لي لا مش معايا معلش. مامته بقى ردت عليا قالت لي ايه، خليت خالته كلمتها اللي هي خالتي، قالت لها اياد في امر كذا كذا، وبعت لي ريبورت من الدكتور وقلت له، قالت لي طب انا هتبرع لاياد ب 2000 جنيه بس تجيبي لحد عندي واشوفه. راحت خالتي قالت لها لا شكرا، احنا ما بناخدش تبرعات من حد. يعني ازاي؟ طب ما وديتيش اياد ليه من غير التبرع؟ من غير تبرع ما كنتش مديه امان، اللي هو انا خايفه اروح ياخدوه مني، فياخده يسافر شكرا كده، انا مش عارفه اوصل له تاني. وبعدين انا واخده ابني، بعت كل حاجه، سايبه كل حاجه، انا ما خدتش اي حاجه من شقتي خالص لحد دلوقتي، وبعت كل حاجه وخلاص ومشيت. بلس ان في نقطه مهمه جدا عايزه اقولها لك، جه في مره زور اسمي على تنازلات كل حاجه في الشقه، رحت انا رفعنا قضيه، هو اللي رفع قضيه عشان ياخد الحاجه دي، والقاضي طلبني وقلت له ايوه فعلا انا قلت له انا اللي عملت كده وانا مضيت، ولكن هو فعلا بس اوريدي جه في يوم قال لي، كنت انا راجعه ايام الصوره من عند ماما متاخره، وقال لي انت مش داخله الشقه، وخد مني اياد، ولو عايزه اياد اتنازلي عن كل حاجه. قلت له في داهيه كل حاجه، ده ابني مش هستغنى عنه طبعا، برافو عليك. مستحيل كل حاجه هتتعوض الا ابني. فعايزه اقول لك القاضي في ساعتها حكم، القاضي بكى يعني، انا كنت بعيط والناس قاموا لي وقعدوني جنب القاضي، والقاضي حكم ان ده امضى بالاكراه. بقى المحامي يقول لي دي معجزه، انا ما حصليش كده قبل كده، بس عشان فعلا اتظلمت. انا شفت كتير قوي يعني. هو بقى بقاله ما شافش اياد بقاله قد ايه؟ بصي هقول لك، هو شاف بقاله كتير جدا تمام؟ جه في مره جدا قد ايه؟ يعني من عمر اياد. يعني هو بره مصر دلوقتي؟ بيروح ويجي بيروح ويجي. ولما بيجي بيجي يشوف اياد؟ احنا اللي بنقول تعالى شوف اياد. بس هو متخيل الموضوع ماديات. احنا يجي يشوفه ولا لا؟ هو لحد كان في كونفرسيشن كده على الماسنجر، اللي هو بقول له تعالى شوف اياد، هو خايف مفكر ان انا في بيني وبين قواضي، ففكر ان انا عايزه اعمل له كمين يعني، لكن والله هو مش كده خالص. انا مش قواضي نفقه او كده؟ مش بيدفع اصلا نفقه ولا بيعمل اي حاجه ولا بيقول. حتى انا جيت في مره قلت له من فضلك ابعت مصاريف المدرسه، اياد في تجريبي وانا مضلوعه في الدروس. اخر مره شافه امتى؟ من سنتين تقريبا. شافك بقى قال لك ايه؟ قال لي انت تعالى اقعد معايا، ما تقعدش مع ماما. قلت له لا انا اقعد مع ماما مش هقعد معاك. بس هو كان عايزك تروح تقعد معاه؟ ما سالتوش ليه بابا مش بشوفك على طول مثلا؟ اياد بيبقى مكسوف منه، بيبقى قاعد كده مكسوف وكانه حد غريب. انت عايز تشوف بابا؟ عايز اشوف، بس كل ما اقول له اشوفه يبعت لي صوره حد تعبان ويقول لي انا تعبان. يبعت لي يعني يبعت لك صورته هو وهو تعبان؟ مش صورته هو، ايد حد. حد فيها يعني؟ لا ايوه. فانا بقول له معلش مين ده؟ قال لي انا. قلت له لا والله فعلا. طب تعالي طيب اشوف اياد، تعالي عند عمته اشوفه، انا مش هينفع اروح. قلت له على العموم سلامتك. انت عايزاه يشوفه بره صح؟ لكن انا مش هروح عند حد.
هما الناس دي سألوا أصلا على إياد؟ عمته دي تعرف شكله إيه أصلا؟ دي جت بعد يعني السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، كان ليه حوالي 7 سنين ما شفتوش. هو عنده دلوقتي إخوات صح؟ لا منها؟ هي البنت دي بس بنت واحدة؟ ما شافهاش؟ هي شافها في مرة في مكالمة لايف على الماسنجر. قال لي إمتى؟ حوالي أول السنة اللي فاتت تقريبا، أو السنة دي إياد لسه شايفها كان قريب. بس هي طبعا ما تعرفش، البنت دلوقتي عندها 3 سنين. يعني هو بيشوفوا ولا ما بيشوفوش؟ هو شافه السنة اللي فاتت بس في نطاق إن هي هو إيه هيبقى كويس. بس هو اللي وراكي البنت على الماسنجر صح؟ كان نازل يجيب لها حاجات، بقول له ايه ده ما شاء الله، ده انت بتنزل اهو وبتجيب حاجات والبنت متربيه في حضنك، اياد يا حرام اللي اتحرم من حضنك. قعد يقاوح بقى، ويا سلام انا ربيت اياد. بيتكلم يسال عليه يعني؟ لا احنا اللي اياد بيبتدي يسال، هو لا لوحده لا. يعني انا فانت طالبه منه ايه دلوقتي؟ انا مش طالبه منه حاجه، بس يسال على اياد ويصرف عليه. انا حرفيا انا يعني مرتب يدوب على القد ومش مكفي. اكيد حضرتك عارفه المدارس التجريبي ومصاريفها، احنا قاعدين دلوقتي بنعتمد على الدروس. يعني انا حرفيا كده في الاسبوع 750 جنيه اسبوع واحد. طب انا هجيب ده كله منين؟ قلت له قبل مامته ما تموت، قلت له من فضلك ابعت فلوس لاياد اوديه نادي. اياد بينزل الشارع الاولاد بيضربوه ومش بيعرف يدافع عن نفسه. طب معلش يا دي ما حركتش قلبك؟ أنا بقول لك ابنك الأمر 1 2 3، يعني مسك ولد في الشارع فضل يضربه في عينه وما عرفش يدافع عن نفسه. وأنا مش عايزة أودي نادي. يعني أنت عايزة العلاقة تبقى سوية، إنه يصرف على ابنه ويشوفه. أنا بالنسبة لي لا، الأمر منتهي بالنسبة لي تماما. يعني ماما كانت بتقعد تقول لي طب يا ممكن يكون ربنا يهديه وعايز يرجع. قلت لها يا ماما الفكرة دي من دماغك شيليها تماما. مفيش، أنا خلاص لحد كده أنا تمام. لكن اياد يسال على اياد يحس ان في اب. انا كنت اوقات اروح المدرسه الاقي الاخصائيه بتقولي هو اياد في عنده مشكله، عاده بنلاقيه قاعد سرحان مش مركز مع الميس بتاعته او اي حد، تايه. فقلت لها هو في الامر 1 2. انا مش شايفه كده، انا شايفه ان انت كويس قوي. لا هو صح؟ شعرك تحفه، لابس حلو جدا، كان شعرين احلى. ده شكلك يعني ممثل. شكرا شكرا. انا بس انا والله ما كنت، يعني انا عن نفسي ما كنتش حابه ان انا اتكلم، بس هو اياد اللي زن عليا. هو يمكن في حاجات اياد مش هيعرف يقولها له في التليفون او كده، فيقولها له كده قدام الناس، وفي الاخر احنا ولا حد عارف هو اسمه ايه، ولا حد عارف هو مين، ولا هو عايش هنا، ولا اي حاجه. هو نداء من ابن انه عايز علاقه سويه مع بابا. فانت تقول له قول له انت عايز تقول له ايه؟ عايزه اقول له يرجع. يرجع؟ يرجع. يرجع لك؟ عشان ما عنديش اخوات، ولما بلعب ما اعرفش العب مع حد. انت عايز تلعب مع باباك؟ لا عايز اخوات. يجيب لك اخوات؟ ايه الكلام ده؟ مستحيل. انا يعني هو عشان يبقى فيه اخوات لازم بابا. يا حبيبي عايز اخوات؟ بس انا مبسوطه ان انت قوي كده، وقال لك عايزه يرجع جنب الاخر. بقول له في مره بيكلمنا لايف، فانا بقول اياد بشخط في اياد يعني عشان حصل موقف كده، انت بتزعقي له كده ليه؟ قلت له نعم، انت اخر حد يتكلم في لا ما هو اكيد ابنه برضه. لا بس ابنه يعني هسال عليه، هو مش بالكلام. ايوه انا بربي ابني، في حاجه بيعملها ممكن غلط. لا يا اياد كده ما ينفعش، ده اخري مع اياد في الزعيق. فقال لي لو انت مش قادره على تربيته ابعتيه لي انا اربيه. قلت له والله في رجاله كده عندها تقليد غريب جدا، ان بدل ابني مش عايش معايا يبقى مصرفش عليه، يعني انا لازم استمتع ببنوته عشان اصرف عليه. لا مش بتتاخد بالمقياس ده طبعا، ده مش صح خالص. يعني انت كفايه يعني انا شخصيا بقول انت حتى لو بتسال عنه دي هتبقى غنيه جدا عن اي فلوس وعن اي حاجه. السؤال طب غير انه يرجع عشان ماما كمان، لا لما في حاجات يعني ماما اما اقول لها عايز حاجات ما بتقول لما اقبض
ولما بتقبض ما بتقدرش. لا بتجيبها، ولو في حاجات غالية بقولها ماما عايزها بتقولي ما ينفعش، بس هي بتجيبها، بتحوش وتجيبها. قصدك بتتعب يعني ماما؟ قصدك انك مش عايز ماما تتعب؟ ايوه يعني ماما عاملة اللي عليها وبتجيب كل حاجة، بس انت عايز بابا يساعدها يعني. طب والله راجل. والله فعلا اياد دايما يقول، اقول يعني مثلا اجي اجيب له حاجة يقول لماما خلاص انا هسيب نفسك، اقول له انا مش مهم، انت اهم حاجة، انا بشتغل علشان خاطر مين؟ ما عشانك انت، مامتك تدفعي دروس وبتجيبي لي فين انت بقى؟ قلت له ما هي دي، هي دي سنة الحياة، وانت اصلا يعني انا بنزل عشانك. هو برضه يكبر ويشتغل ويبقى يديكي فلوس بقى. ما هو خالي شغال في عطارة وعلافة، فانا بقعد معاه في المكتب وبشتغل معاه، فبيديني في الاخر بعد ما المدارس تبدا بيديني فلوس، فبديها لماما بقولها كلها ليكي. انت بتشتغل؟ ايوه. تاخد مرتب دي كله لماما؟ بس خاله ده عظيم برضه. ايوه بياخده مع اخويا، عنده شركه موارد بشريه، فبيبقى يقول لي انا عايزه ينزل عشان عظمه ينشف، اقول له طب ازاي؟ يقول لي سيبيه ينزل بقى يقف معاه ويشتغل معاه. يبقى لك الخال والد يعني؟ اه لا هو بصراحه بصي، وعايزه اقول لك ما بيرضاش يزعق له ابدا، يقول لي مستحيل ازعق له او امد ايدي عليه، انا يعني عايزه ما يكرهنيش، بالعكس وكفايه اللي هو فيه، كفايه انه مش معاه بابا، هيبقى احنا والزمن عليه. اللي هو اقول له طب زعق عشان بس حتى يخاف، او يقول لي لا مش هزعق. يجي بقى هو شغال معاه. بس انت عندك صحاب في المدرسه صح؟ اه. مش كل الناس عندها بابا، ومش كل الناس عندها ماما، ومش كل واحد بياخد كل حاجة، بس انت شكلك حلو وشاطر وبتشتغل بتكسب فلوس بتدي ماما وعندك صحاب صح؟ عندك حاجة كتير حلوة المفروض نقول عليها الحمد لله صح؟ وبابا ان شاء الله هيسأل عليك وهيجيب لك كل اللي انت عايزه عشان ماما متتعبش ان شاء الله.